ايه هي رسالة الشخص اللي في بالك ليك دلوقتي؟ حابب يقولك ايه اذا كان عنده فرصة للتواصل معاك؟ فكر في الشخص ده، خد نفس عميق، وبعدين تقدر ان انت تدخل معانا الفيديو. اذا في حروف للمجموعة دي او للقراءة دي ضمرة روحانية، هتلاقيها في صندوق الوصف باليوتيوب تحت الشاشة. كمان اذا كنت جديد ما تنساش انك تشترك وتفعل جرس التنبيه عشان يوصلك اشعار بكل جديد. واذا كنت بحاجة لقراءة خاصة، هتلاقي لينك الباتريون وكل طرق التواصل موجودة في صندوق الوصف باليوتيوب تحت الشاشة. هي الكروب بتقول ان انت والشخص ده بتتواصلوا مع بعض، بس انا احساسي ان انتوا قاطعين قوي مع بعض، يعني قاطعين ميه ونور وكهرباء وكل حاجه. وربما يكون لا، ان انت والشخص ده كنتوا قاطعين بس رجعتوا، مثلا بقالكوا 6 ساعات بترغوا مع بعض مثلا، ولا 6 دقايق ولا 6 ايام، بس اللي هو يعني لو كان في قطع فعلا فممكن يكون كان مطول شويه، وهيبقى من ناحيتك انت، يعني انت اللي قطعت معاه، او انت اللي عملت له بلوك، او انت اللي قلت عليا انما منها متروبي ما انا متكلم معاه تاني. الشخص ده دايما طاقته ليك اللي هو تعالى نخلي الحلم حقيقه، تعالى نعوض كل دقيقه، وتعالى نبدأ بداية جديدة وصفحة جديدة، ويعني واللي يحصل يحصل. العلاقة والتواصل زي ما قلت لكم ما بين انكم ربما كنتوا منقطعين وحدث حصل، يعني حدث التواصل بينك وبين الشخص ده، وربما يعني مكتفيين بطاقة التخاطر والتواصل الروحي. عاوز يقول لك ايه دلوقتي؟ انتوا في حد في المجموعة دي يعني بتشوفوا الشخص اجنبي الجنسية، لا يتكلم ولا يفقه ولا يفهم اي شيء في اللغة العربية خالص، يعني الطاقة دي موجودة هنا قوي بقوة. جايز بتعملوا مع حد صيني بقى، كوري، انجليزي، الماني، روسي، ايا كان، بس هو لا يعرف اللغة العربية، ما يعرفهاش، او ممكن يعني ما اعرفش اتكلمها او ما يفهمهاش برضه، يعني anyway، بس دي طاقة حسيتها موجودة هنا. بسم الله، كنا فين؟ رسالة الشخص ده ليك دلوقتي، هو عايز يقولك ان هو مشغول، ويمكن يعني يمكن عنده ظروف، يمكن عنده حاجات شغلاه عنك شوية انه يتكلم معاك او انه يتواصل معاك بشكل حقيقي، يعني كأنه بيقولك انا عندي مشاغل، او انا عندي حاجات شغلاني، انا مضغوط قوي في الشغل بتاعي، بجتهد، بعمل فلوس، بشتغل على استثمار او حاجة. ممكن الشخص ده يكون بيبقى عنده اجتماعات كتيرة قوي، فبيخلص اجتماع للتاني، او مأموريات او مهام كتيرة، اللي هو حياته شوية مشحونة، بس عايز يوصل لك حاجة في وسط الضغط اللي هي متعلقة بالحياة العملية اللي هو فيها. بيبقى نفسه جدا 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 انه يتكلم معاك ويتواصل معاك، وده مش عشان انت مش معاه او مش بتتكلم معاه، لا، انت فعلا بتوحشه حتى في عز انشغاله، بيحس ان هو انت وحشه، يعني اللي هو يا ريتك تبقى قدامي واتكلم معاك واطمن وارجع اشتغل تاني. فبيبقى حاسس انه مثلا لو اتكلم معاك مش هيكفيه دقيقتين ولا 5 دقايق، او انه يقول لك سلام عليكم، وعليكم السلام، عامل ايه، بحيث اللي هو محتاج وقت معاك، محتاج انه ما يبقاش مثلا بيبعت لك رساله فانت ترد عليه، ولما هو يفضل يرجع يرد عليك، ما بيحبش الجو ده معاك انت، بيحب انه يعني تقعدوا كده مع بعض، واحنا نجيب لكم 2 ليمون بالنعناع، وانتوا تقعدوا تحبوا في بعض عادي براحتكم. فكانه عايز يقول لك كده انه بتوحشه قوي قوي، سواء انت معاه او انت مش معاه، انت وحشه، او احساسه، عارف يا وحشني وانت جنبي دي، ولا الاغنيه دي، انت تبقى جنبه وبرده وحشك، طب انت مش معايا بعيد عنه برده بتوحشه، بتوحشه اكتر كمان. لو انت لسبب ما، يعني ممكن ناس من هنا دخلت عفوا المجموعه دي، مثلا انت مش متزوج مع الشخص ده او كده،
او انت الشخص ده قبل كده مثلا جاي يتكلم معاك في حاجات بلس 18 فانت قلت له عند امك او حطيت له حاجز، فهو بقى بيحترم الحاجز ده او بقى بيحترم نفسه معاك. يعني اللي هو لو انت قلت له في حاجات خطوط حمراء ما تتجاوزهاش، فيمكن عايز يقولك انه جواه لسه الحتة الرغبة دي انه يتجاوز الخطوط الحمراء، بس علشان انت حطيت له حدود وقلت له ما فيش بينا اي حاجة او ما فيش اي كلام او ما فيش اي حاجة الا لو بقينا في طاقة زواج او في استقرار او في بيت او العلاقة دي شرعية، فهو بيحترم جدا الرغبة بتاعتك دي، وعلى عينه انه هو بيحترمها. يعني اللي هو كأنه طاقة الشخص ده ليك ذكورية متوهجة، وربما أكتر المجموعة هنا ممكن تكونوا نساء تشاهدون لرجل، فهو يعني عنده اللي هو امتى نتجوز بقى، امتى نتجوز وانتي مش عايزة تتكلمي معاه في أي حاجة، واللي هو قافلين انتوا الدنيا عليه خالص، فهو يعني بيحترم الحدود اللي انتوا حطيتوها له. يعني ده اللي عايزة اوصله لكم، بالذات انه ممكن انتوا هنا برضو يعني مثلا لما ممكن لما بتقطعوا مع الشخص ده بتقطعوا جامد قوي، او لو مثلا هو عمل حاجة انتم مش عايزينها ممكن بتعاقبوه شوية بالغياب او بتعاقبوه بالبعد، فهم بيحبش ده على فكرة، هم بيحبش ان انت تقعد تبعد عنه او ان انت مثلا تعمله بلوك، دي حاجة بتستفزه جدا، اللي هو طب خلاص يعني ما تكلمنيش ما تردش عليا بس ما تعمليش بلوك، فاهمين؟ برضو حابب يقولك ايه، عارفين أغنية عشانك لسلاوي؟ بقالها كتير قوي ما بتظهر لناش في القراءات، بس هي موجودة ليكو أصحاب المجموعة دي، اسمعوا عليا. متي منافيك يا كل كلي، مؤبد حبي ليك يا حلوة مري، من لمسة من إيديك ها قد حل أمري، سلمتك قلبي فيا حلوة مري، صرت أشوفك كل شي بس لا تتركيني هون، لحالي بمشي بس تكوني للعون. الأغنية دي اسمعوها حلوة قوي، تقريبا الشخص ده يعني بيهديها لكم، انا بحبها بصراحه شخصيا وبحس انها اغنيه راقيه كده في حته حلوه، فممكن تسمعوها يعني وان شاء الله يعني راح تفهموها. هانجد مام معدولة. عايز يقول لك ايه كمان، لو انت شخص شغال في حاجة ليها علاقة بانك تبقى مشهور او ناس كتيرة عارفاك او ناس كتيرة بتتكلم عنك، فهو مؤمن قوي قوي بطاقة الجذب بتاعتك او طاقة الجاذبية بتاعتك. في اشخاص كده عاملين زي طاقة النور، بتمشي في اي مكان بتنور زي الشمعة بتاعتكم كده، هي ما شاء الله منورة معاكم شوية او الاضاءة بتاعتها عالية، يمكن تكونوا لاحظتوا الانعكاس بتاعها في الجزء، مش عارفة اجيبه لكم ازاي في الكاميرا، بس في جزء كده من الكاميرا مبين انعكاس الشمعة شوية، فيمكن الشخص ده بيشوفكوا كده برضو، ان انتوا زي طاقة نور بتمشوا في اي مكان، شمعة لو في مكان ضلمة هتنور، فبالتالي الناس كلها تلتفت حول الشمعة دي علشان عايزين يهتدوا بالنور بتاعها. فهو مؤمن جدا جدا ان انت عندك طاقة نورانية او عندك طاقة جذب عالية، مش بالضرورة يعني بمعنى الوصف ده، بس هو متأكد ان انت لو مشيت في اي مكان طاقتك بتقدر انها تلفت الانتباه، حتى لو انت ما يعني ما فيش اي حاجة، يعني مثلا مش لابس لبس ملفت او ما في يعني خافي نفسك بكل الطرق، بتفضل برضو ملفت، هي حاجة كده طاقية، والشخص ده مؤمن جدا بده. عايز يقولك كمان ان هو مؤخرا بدأ يحس قوي قوي بقد ايه في قوة رابطها بينك وبينه، وقلبه بقى بيحبك او مشاعره بقت بتحبك، يعني كأنه بقى عايز يقضي وقت معك اكتر، عايز يقضي وقت معك اطول، عارف اللي ضايع منه حتى من روحه ما صدق انه لقى جزء من روحه، ده الكروتة تعمل انعكاس، انه لقى جزء من روحه، فقال هو تعالى اخدك في حضني، انا ما صدقت لقيتك، انا بدور عليك بقى لي سنين عمري كلها. في طاقة بتجمع بينك وبين الشخص ده ليها علاقة قوي برقم 6، ممكن تكون عرفته في شهر 6، يمكن بقالكوا 6 شهور، يمكن يوم 6 أو 16 في الشهر بيكون أيام مميزة في علاقتكوا أو في أحداث بتحصل في العلاقة بتاعتكوا. موضوع الطاقات الرقمية كل ما بنسى بفتكر ان انا اعمل لكم فيديو بنسى، خاصة انه مش كتير مهتمين بيه، بس ان شاء الله لو افتكرت هعمل لها قائمة تشغيل هتكون عن الرسائل اللي المفروض توصل لك من خلال الطاقات الرقمية، بما اني افتكرت يعني دلوقتي. عايز يقول لك كمان ان نظرته ليك مختلفة، ونظرته ليك مش زي اي حد تاني، يعني لو هو كل الناس واحد اللي انت فلتة،
اللي هو كل الناس في ناحية انت في حتة تانية، او لو هو بيشوف كل الناس زي بعض فنظرته ليك مختلفة. ويمكن كمان يعني يمكن برضو يعني معنى الرسالة دي انه لو حصل حاجة بينك وبين الشخص ده ما كانش ينفع انها تحصل، فاللي هو عايز يقولك انه مثلا ما بصلكش بنظرة مش كويسة، او ما قلتش انت في نظر الشخص ده مثلا علاقة جسدية او كده او ما الى ذلك يعني، فاللي هو ما سأش الظن فيك او ما قالش ان انت بقى ممكن تكون بتعمل علاقات مع ناس تانيين او كده. لا، نظرة الشخص ده ليك مختلفة، وكأنه هو اللي مربيك او عنده ثقة عالية قوي في انت مين وايه حدودك وايه امكانياتك وانت ممكن تعمل ايه. فيمكن ده كان اب ليكوا في حياة سابقة معرفش، بس معرفة الشخص ده بيكو هريكو، عارف انت ما حد يبقى عارف انت مين وبتعمل ايه، ولو غاب عنك هتعمل ايه، لو انت متعصب بتتصرف ازاي، لو انت مبسوط بيعرفك من صوتك من احساسه بيك من كل حاجة، بيقدر يقرأ اللي انت ما تعرفش تقرأه. شكرا ليكم كل اللي كانوا معنا في الضمرة دي. الى اللقاء ان شاء الله في الفيديوهات التانية. ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. واذا كنت بحاجة لقراءة خاصة هتلاقي لينك الباتريون وكل طرق التواصل موجودة في صندوق الوصف باليوتيوب تحت الشاشة. باي باي.